السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ده معنا في فيديو جديد، وعندنا النهاردة بار أند ريفولوشن جي بي إس 4 2022 بالعراق. طبعا يا شباب، الفيديو اللي فات احنا كنا انضمينا لمنظمات كتير، أو مش كتير قوي يعني، هما اتنين بس. المنظمات الجديدة اللي احنا انضمينا ليها يا شباب هي منظمة التعاون التجاري لدول البحر الأسود، ومنظمة التعاون الخليجي. فطبعا المنظمتين برضو هيفرقوا معانا. ومن الحاجات بقى اللي أنا هعملها يا شباب عشان إن شاء الله أحسن علاقتي مع باقي دول العالم، عشان يحسوا ان انا دولة محترمة ودولة ما بتجيش على حد ودولة بتحب كل الناس. فاللي انا هعمله ان شاء الله ان انا هدعم معظم المنظمات الخيرية الدولية. هندعم كل منظمة ماليا على حسب هي بتعمل ايه. اول حاجة يا شباب عندنا منظمة حماية الحيوان. المنظمة دي هندعمها ب 500 مليون دولار سنويا. ممكن يكون المبلغ كبير قوي، ولكن انا اصلا مش فارق معايا الحيوان، انا مالي الحيوان. انا دافع الفلوس دي علشان علاقتي تتحسن مع الدول ويحسوا ان انا دولة طيبة. ودي منظمة للحفاظ على البيئة، هدفع لها برضو 500 مليون دولار في السنة كتبرعات، برضو مش عشان انا بحب البيئة ولا حاجة، لكن عشان علاقتي تتحسن مع باقي الدول. دي بقى منظمة حقوق الانسان، فدي طبعا مهمة جدا جدا جدا، فنديها 2 مليار دولار سنويا. ودي برضو المفروض ان هي منظمة حقوق انسان، مش عارف ليه في منظمتين عايزين يلموا فلوس وخلاص يعني. هنديها برضو 2 مليار، مفيش مشكلة كده. طبعا هيبان العالم ان انا راجل طيب وبحب الانسان والحيوان والنبات والجماد وكل حاجة في الحياة، فهيبتدوا الناس يحبوني شوية برضو. وكمان يا شباب ان شاء الله هندعم الاديان اللي عندنا في الدولة ماليا. عندنا مثلا الشيعة 28 مليون و600 الف، فاحنا كده هندعمهم ب 2 مليار و860 مليون. السنة 15 مليون و900 الف، احنا هندعمهم بواحد مليار 590 مليون. ده مش عدد معتنقين الديانة، ده عدد الناس اللي مؤيدة او يعني متعاطفة مع الديانة دي. فاحنا لو دعمناهم على حسب كده، لا كده مش هينفع. هنا بقى يا شباب نقدر ان احنا نشوف النسبة الصحيحة. فهنعمل ايه بقى؟ اللي احنا هنعمله ان احنا هندخل على عدد السكان ونضرب الرقم ده اللي هو 64%، ونشوف كده هيبقوا كام. احنا عندنا عدد السكان بالظبط 42 مليون 771 الف 779. فنروح دلوقتي نضرب رقم السكان دوت في 64% و72 جزء من المية، هيطلع لنا 27 مليون و489 ألف 422. يبقى احنا كده هندعم الشيعة يا شباب ب 2 مليار و748 مليون. ده الرقم بالظبط اللي المفروض ندعم بيه الشيعة. السنة 35% و73 جزء من المية، يبقوا 15 مليون 282 ألف. يبقى السنة هندعمهم بمليار 528 مليون و200 ألف. كده احنا دعمنا الأديان والمنظمات الدولية. عندنا بقى المنظمات المحلية ندعمها هي كمان. أول حاجة طبعا برضو هنتكلم عنهم كلهم بطريقة كويسة، وبعدين ندعمهم ماليا. دي منظمة المفروض إن هي بتدعم مرضى الإيدز، فهندعمهم بمليار دولار سنويا. ودي منظمة لحقوق الحيوان برضو والكلام ده كله، فهنديهم 500 مليون. ودي منظمة ضد العنصرية هنديها 1 مليار. ودي برضو منظمة حقوق الإنسان ولكن منظمة محلية، هنديها 2 مليار. ودي منظمة للمتقاعدين أو الناس اللي طلعوا معاش، فهنديهم 500 مليون. ودي منظمة المفروض إن هي يعني اسمها عنصري بس هي يعني المفروض إن هي منظمة مسيحية، المفروض يعني مش عارف ليه اسمها كده، ولكن ماشي يعني هنديها مثلا 200 مليون او 500 برضو، مفيش مشكلة بما ان عدد المتعاطفين معاها كتير او المؤيدين ليها. فكده برضو يبقى محليا ودوليا انا راجل تمام و100% وبحب الحيوان والنبات والجماد وكله. نبتدي بقى ان احنا نمشي شوية وقت كده ونشوف بقى التغيرات اللي هتحصل في العالم. من الحاجات برضو يا شباب اللي انا كنت ناسيها، ان هي ان احنا لما نقدم دعم مالي برضو لأي دولة فيها كارثة، دي هتفرق معانا جدا. يعني مثلا مدغشقر عندهم حرائق الغابات، ممكن نقدم لهم دعم مثلا 200 مليون دولار. عندنا مثلا جزر القمر عندهم ايبولا مرض، برضو ممكن نقدم لهم مثلا 400 مليون دولار. وبالنسبة للكويت هنقدم لهم 500 مليون دولار عشان عندهم مجاعة. في طاعون برضو في بلغاريا هنقدم لهم 500 مليون دولار. ان شاء الله بقى في شهر 1 2024 هنعمل حاجة تانية برضو هتساعدنا على تحسين علاقتنا مع باقي الدول، وهتشوفوها دلوقتي. عملتنا يا شباب زادت، وبقى الدينار العراقي بيساوي 8 اجزاء من ال 10000 جزء من الدولار. طبعا يعني قيمة غير موجودة اصلا على الاطلاق، ولكن
عملتنا زادت، كان السبع أجزاء من 10,000 جزء. هنروح دلوقتي يا شباب نرفع الفايدة، هنخليها 5% بدل 2.5%. من الحاجات اللي أنا هعملها برضه يا شباب عشان نزود الأمن والأمان شوية، إن أنا هزود كاميرات المراقبة، وهنزود الرادارات برضه، وهزود عدد أفراد الشرطة، نخليهم 600,000 فرد شرطة، هيكلفنا 3 مليار، مش مشكلة خالص. طب يا شباب رئيس إيران عايز يجتمع معايا، ما عنديش أي مشكلة، انا علاقتي كويسه بايران، ولكن برضو انتوا عرضتوا عليا او قلتولي ان انا احاول اسرق البرنامج النووي بتاعهم، فاحتمال اعمل كده ان شاء الله. ان شاء الله هزود عدد العاملين بقطاع التعليم، هخليه 850,000 بدل 650، وبالنسبه لقطاع الصحه فهنخلي برضو عدد العاملين فيه 100,000 بدل 55,000 او 54,000. ولو رحنا دلوقتي على الاسكان هنلاقي ان احنا نقدر ان احنا نرمم بيوت تاني، فده اللي انا هعمله ان شاء الله، وهرمم بيوت تاني. في تقريبا حاجة كده حصلت يا شباب، وهي ايه؟ ان خلاص دلوقتي بقى عندنا 50 منصة نفط، زائد كمان ايه بقى؟ ان احنا دلوقتي بقى عندنا منصة اطلاق الصواريخ للفضاء جاهزة، يعني نقدر دلوقتي نروح ونعمل محطة فضاء. فزي ما انتوا شايفين كده نقدر ان احنا نعمل محطة فضاء، هيكلفنا الموضوع 436 مليون دولار، بس مش عارف الصراحة هياخد مدة قد ايه. انا مش عارف هل اول ما يتوافق على القرار اللي هو يوم 8/1 خلاص كده محطة الفضاء هتتنفذ، ولا محتاج وقت اكبر، الله اعلم. بس احنا نستنى لحد يوم 8/1 ونشوف. زي ما انتوا شايفين كده شباب علاقتي بالدول اللي بتبرع لها بفلوس بتزيد ازاي. يعني جنوب السودان كانت علاقتي بيها محايدة جدا، دلوقتي بقى العلاقة بتاعتي معاها كويسة جدا. نفس الكلام بالنسبة للسنغال، طب ده كلام جميل جدا. والساحل العاج كانت علاقتي بيها كويسة، بقت كويسة جدا، كويس والله الموضوع ده. عايزين نشوف كده دلوقتي يا شباب بقينا بننتج قد ايه من انتاج النفط العالمي، المفروض ان احنا زاد عندنا النفط جدا، فخلينا نروح نشوف كده. بقينا يا شباب بننتج 39.8% من الانتاج العالمي للبترول، انتوا متخيلين؟ متخيلين الكمية؟ 40% من النفط يعتبر. احنا يا شباب لو حبينا نبيع القطاع بتاع البترول ويبقى بالكامل قطاع خاص، هيجيب لنا 401 مليار دولار، انتوا متخيلين الرقم؟ متخيلين الرقم؟ احنا هيبقى عندنا فائض في الميزانية اكتر من 100% لو عملناها. يعني تخيلوا لو كان القطاع كامل بقى ملك الدولة. هو اللي انا بس عايز اعرفه يعني الجي دي بي بتاعي ليه مش عايز يزيد لحد دلوقتي؟ احنا نستنى مثلا لحد 1 يناير ونشوف هيزيد ولا لا. خلينا بقى كده نشوف الجي دي بي بتاعنا اخباره ايه. الجي دي بي يا شباب عندنا دلوقتي بقى 2 تريليون و268 مليار، ده حلو جدا جدا جدا. خلينا على طول نشوف الاقتصاد بتاعنا في فائض بقى قد ايه. الفائض بقى 6% بس. طب ليه؟ طيب بس هو 6% دول حوالي 150 مليار. طيب حلو جدا برضو، احنا كده نقدر نعمل حاجات كتير قوي قوي قوي. نروح على الاسكان اول حاجة بس، نبتدي ان احنا نصلح بيوت تاني، وبعدين بقى نروح على الصناعة، ونبتدي ان احنا نزود عدد العمال في قطاع الانشاءات، هنخليهم يوصلوا ان شاء الله ل 450,000. بالنسبه للبطاله يا شباب، فالبطاله دلوقتي عندنا بقت 2.5%، حلو جدا. اللي انا هعمله بقى ان شاء الله دلوقتي يا شباب هو ان انا هقلل الضرايب تاني. فبالنسبه للضرايب على الدخل العالي هنخليها 10%، وعلى الدخل المتوسط هنخليها 5%، وعلى الدخل المنخفض هنخليها 0%. بالنسبه للضرايب على العقارات والاراضي هنخليها 0%، الضرايب على القنوات التلفزيونية 0%، الضرايب على تذاكر الطيران 0% برضو، والضريبة على الشركات هنقللها نخليها 8%، وبالنسبة للضريبة السنوية على أرباح الشركات هنخليها 0.5% بدل 1.25%، وبالنسبة للضريبة على التحويلات البنكية هنخليها 5%، بالنسبة للضريبة على الحاجات دي كلها هنزودها الضعف، هتجيب لنا 62 مليار. طب ده حلو جدا، يعني تقريبا كده ما صرفناش حاجة. هروح دلوقتي بقى يا شباب ان شاء الله ادفع الديون اللي عليا، نشوف كده علينا ديون لمين اصلا، ومعانا اصلا في الاحتياطي بتاعنا قد ايه. معانا 313 مليار دولار، علينا ديون للكيان الصهيوني ندفعها، علينا ديون لهولندا ندفعها، ديون للسعودية ندفعها، ديون لتركيا ندفعها، علينا ديون لاستراليا ندفع، ديون لكندا ندفع، ديون للهند ندفع. انا مش عارف احنا ليه بنستلف من الدول اصلا، احنا معانا يعني الحمد لله. علينا ديون لالمانيا ندفع، واليابان ندفع، وبريطانيا ندفع، وأمريكا ندفع، والديون للبنك الدولي ندفع. ليه مش هينفع ندفع؟ آه خلاص كده الفلوس اللي معانا خلصت، بس خلصنا كل الديون اللي علينا.
طيب دي حاجة كويسة ان احنا خلصنا كل الديون اللي علينا. وهنعمل بقى شباب دلوقتي حاجة مهمة جدا 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 علشان برضو تحسن لنا علاقتنا شوية مع الدول. ايه هي بقى الحاجة دي؟ الحاجة دي اولا ان احنا هنحسن التعليم عندنا جدا. هتقولي وده ايه علاقته بتحسين علاقتك مع الدول؟ هقول لك، انا لما احسن التعليم عندي اروح اعمل تبادل طلاب مع دول كتير جدا، فاحتمال ان هم يوافقوا اعلى. زائد كمان ان احنا هنستفيد، اول حاجة هنزود التدريب الفني على الاخر، هيكلفنا 2 مليار. لو زودنا التدريب الزراعي هيكلفنا 900 مليون، مفيش مشكلة. والتعليم العام هيكلفنا 4 مليار تقريبا. بالنسبة للتدريب العلمي فنزوده على الآخر، والتدريب الطبي على الآخر برضه، وتعليم الأدب والاقتصاد والقانون والتجارة والسياحة واللغات، كل دوت على الآخر. بالذات السياحة واللغات دي حاجة مهمة جدا يا شباب. كل ده هيكلفنا على بعضه كام؟ 17.5 مليار، يعني ولا أي حاجة. ونروح هنا نزود تدريب المعلمين والإشراف والتوجيه ومساعدات محو الأمية والفصول الاحتياطية اللي أنا مش عارف إيه لازمتها لحد دلوقتي، والمساعدات والمنح والمعدات والمواد الدراسية والتجديد والصيانة وسكن الطلاب. كله على بعضه هيكلفنا 40 مليار دولار. طبعا الرقم المرة دي أكبر بكتير، ولكن برضه مش مشكلة. كده بقى عندنا فائض قد إيه؟ دلوقتي بقى عندنا فائض حوالي 90 مليار. هنزود عدد الموظفين في قطاع التعليم، هنوصلهم ل1 مليون. بالنسبة يا شباب للأجازة الصيفية هنقللها، بدل ما هي 89 يوم هنخليها 70 يوم. نخش بقى يا شباب على كل دول العالم تقريبا، وهعمل معاهم التبادل الطلابي وارجع لكم مرة تانية بعدها. طب يا شباب دلوقتي احنا عرضنا على اكتر من دولة، وفي دول كتير وافقت وفي دول كتير رفضت. هتقولي طيب في دول كتير رفضت ليه؟ اقول لك علشان احنا علاقتنا بيهم وحشة. طيب وفي دول علاقتك بيها حلوة رفضت؟ هقول لك اه برضو. هتقولي طب ليه؟ هقول لك عشان احنا ما عندناش برضو اماكن تعليم كفاية. يعني عندنا التعليم الابتدائي قليل، والتعليم الاعدادي قليل، والتعليم الثانوي قليل جدا، ومفيش تعليم جامعي اصلا. فطبعا يعني في دول كتير من اللي علاقتي بيها كويسة هي دول متقدمة جدا في التعليم، فمش هيكونوا متقدمين جدا في التعليم وعندهم جامعات من اعلى جامعات العالم، وهيروحوا يعملوا تعاون او تبادل طلابي مع دولة ما عندهاش جامعات اصلا. فاحنا لازم ان شاء الله لما نخلص ترميم المباني، او مش لازم نخلصهم كلهم، يعني ممكن مثلا اول ما نخلص الدفعة اللي احنا بنعملها دلوقتي دي من ترميم المباني او ترميم المنازل، اول ما نخلصها ان شاء الله نبتدي ان احنا نطور شوية او نزود شوية في المدارس والجامعات بتاعتنا. وانا ان شاء الله دلوقتي هقول لكم كل الدول اللي وافقت والدول اللي ما وافقتش. انجولا وافقت، الارجنتين رفضت، ارمينيا رفضت، استراليا رفضت، النمسا رفضت، اذربيجان وافقت، البحرين وافقت، بنجلاديش وافقت، بربادوس رفضت، بيلاروسيا رفضت، بلجيكا رفضت، بنين رفضت، بوتان وافقت، بوليفيا وافقت، بوسنا هرسك وافقت، بوتسوانا وافقت، البرازيل وافقت، بروناي وافقت، بلغاريا رفضت، بوركينا فاسو وافقت، بوروندي وافقت، كمبوديا وافقت، الكاميرون وافقت، كندا رفضت، الرأس الأخضر وافقت، جمهورية وسط أفريقيا وافقت، تشاد وافقت، تشيلي رفضت، الصين رفضت، كولومبيا وافقت، جزر القمر رفضت، الكونغو وافقت، كوستاريكا وافقت، كرواتيا رفضت، كوبا رفضت، قبرص رفضت، التشيك رفضت، الكونغو الديمقراطية وافقت، الدنمارك رفضت، جيبوتي وافقت، جمهورية الدومينيكان وافقت، تيمور الشرقية وافقت، مصر وافقت، الإكوادور وافقت، السلفادور وافقت، غينيا الاستوائية وافقت، اريتريا وافقت، استونيا رفضت، ليستواني وافقت، اثيوبيا وافقت، جزر فيجي وافقت، فنلندا رفضت، فرنسا رفضت، الجابون وافقت، جورجيا وافقت، ألمانيا رفضت، غانا وافقت، اليونان رفضت، غواتيمالا وافقت، غينيا رفضت، غينيا بيساو وافقت، هندوراس وافقت، المجر رفضت، ايسلندا رفضت، الهند وافقت، اندونيسيا وافقت، ايران رفضت، ايرلندا رفضت، ايطاليا رفضت، جامايكا وافقت، اليابان رفضت، الاردن وافقت، كازاخستان وافقت، كينيا وافقت، كوسوفو وافقت، كيرغستان وافقت، لاوس وافقت، لاتفيا رفضت، لبنان رفضت، كوتو وافقت، ليبيريا وافقت، ليبيا رفضت، ليتوانيا رفضت، لوكسمبورغ وافقت، مدغشقر وافقت، ملاوي وافقت، ماليزيا وافقت، المالديف وافقت، مالي وافقت، مالطا وافقت، المكسيك رفضت، موريتانيا وافقت، مولدوفا وافقت، منغوليا رفضت، مونتينيغرو رفضت، المغرب وافقت، موزمبيق وافقت، ميانمار وافقت، ناميبيا رفضت، نيبال رفضت، هولندا رفضت، نيوزيلندا رفضت، نيكاراغوا رفضت، النيجر وافقت، نيجيريا وافقت، كوريا الشمالية رفضت، النرويج رفضت، عمان وافقت، باكستان وافقت، فلسطين وافقت، بنما رفضت، بابو غينيا وافقت، باراجواي وافقت، بيرو وافقت، الفلبين وافقت، بولندا رفضت، البرتغال رفضت، بورتوريكو رفضت، قطر وافقت، مقدونيا الشمالية وافقت، الساحل العاج وافقت، رومانيا رفضت، روسيا وافقت، رواندا وافقت، السعودية وافقت، السنغال وافقت، صربيا رفضت، سيراليون وافقت، سنغافورة رفضت، سلوفاكيا رفضت، سلوفينيا رفضت، جزر سليمان وافقت، الصومال وافقت، جنوب افريقيا وافقت، كوريا الجنوبيه رفضت، جنوب السودان وافقت، اسبانيا رفضت، سريلانكا وافقت، السودان وافقت، سورينام وافقت، السويد رفضت، سويسرا رفضت، سوريا وافقت، تايوان وافقت، طاجكستان وافقت، تنزانيا وافقت، تايلاند وافقت، بهاماس وافقت، غامبيا وافقت، توجو وافقت، تونس وافقت، تركيا وافقت، تركمانستان وافقت، اوغندا وافقت، اوكرانيا رفضت، الامارات وافقت، بريطانيا رفضت، امريكا رفضت، اوروجواي رفضت، اوزبكستان وافقت، فنزويلا رفضت،
فيتنام رفضت، اليمن وافقت، زامبيا وافقت، الجزائر وافقت، البانيا وافقت، افغانستان وافقت، واخر حاجه زيمبابوي وافقت. وهم دول الشباب، الدول اللي وافقوا والدول اللي رفضوا على القرار. وبس كده شباب، الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبك، وعجبك الفيديو ما تنساش اللايك، واشترك في القناه لو انت مشترك، فاز الجرس عشان يجيلك كل جديد. حابب اشكرك جدا جدا لو كنت الفيديو لحد دلوقتي، لو كنت الفيديو لحد دلوقتي انت تحت تكتب لي رقم 7، وما تنساش تتابعنا على فيسبوك وانستجرام، هتلاقي الرابط تحت الديسكربشن. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام. وهم دول يا شباب الدول اللي وافقوا والدول اللي رفضوا على القرار. وبس كده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبك، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. حابب اشكرك جدا جدا لو كملت الفيديو لحد دلوقتي، لو كملت الفيديو لحد دلوقتي انزل تحت في التعليقات واكتب لي رقم 7، وما تنساش تتابعني على الفيسبوك وعلى انستجرام، هتلاقي الرابط تحت في الديسكريبشن. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.